رجعنا لكم تاني مكملين، والنهارده في حلقه خاصه جدا من بكل جراءه، بتناقش في مواضيع بشوف من وجهه نظري انها مزعجه يعني، وخصوصا ملف الغناء في مصر، وليه اعتاب على الفنانه الغام، وليه اعتاب على فكره ظهورها في التلفزيون اللي مش عايز اقول اسمه لانها قناه معاديه وكارهه لمصر، فما كانتش صح ابدا ظهور الفنانه انغام عليها، ولكن هنتكلم في ده بس بعد ما ارحب بضيف اللي منورني النهارده فنان حمدي قاسم. برحب بيك يا حمدي. اهلا بحضرتك سيد محمد. قول لي يا حمدي، انت ابتديت امتى؟ انا ابتديت من صغري، مثلا من عندي 12 سنه اكتشف في البيت ان انا صوتي حلو، فاخويا يعني برضو كان بيغني قبليها برضو في عدة أفراح وكده، بس ما كانش عنده الهواية، فأنا استلمت ورايا من بعدي لأن أنا عندي الهواية أكتر، فمشيت في الموضوع. طيب خليني أسألك، أنت إيه أكتر الأغاني اللي أنت بتحبها؟ لا أنا بحب أغاني كتير جدا جدا، بس بحب الكلاسيك أكتر، بحب الطربي جدا، بحب الشعبي كده، أنا متنوع. طيب خليني برضو أروح لفكرة، كل واحد مننا كان بيبقى عنده وهو صغير كده يعني مثل أعلى، أنا صوتي حلو فأنا نفسي أبقى زي حكيم، أنا صوتي حلو كان نفسي أبقى زي طارق الشيخ، أنت كان نفسك تبقى زي مين؟ انا الحقيقه كان نفسي ابقى زي وائل جسار جدا لان انا بعشقه، وائل جسار. وفي فنانين كتير برضو جدا اللي هم يعني الكلاسيك، يعني كلاسيك غير الشعبي غير الطرب كده يعني. فلو اتكلمنا عن الشعبي مثلا ممكن نقول الفنان احمد عدويه طبعا، مثل بتحب اعلى لاي حد بيغني شعبي بتحبه؟ طبعا جدا. طب لو انا قلت لك مين رقم واحد في مصر في الاغنيه الشعبيه تقول لي مين؟ بص يعني حضرتك مفيش حاجة اسمها رقم واحد، لأن كل واحد رقم واحد في حتته، كل واحد يعني رقم واحد في حتته. ففي الأستاذ أحمد شيبة العالمي بتاع الشعب طبعا، الأستاذ حكيم أستاذنا كلنا طبعا، في طبعا محمود الليثي، في طارق الشيخ، في الأستاذ سيد شهاب، في الأستاذ عباس حمودة، في ناس كتير جدا جدا يعني. طب عندي سؤال يا حمدي، وأرجوك ما تفهمش أسئلتي إن أنا بضايقك يعني، شكلك بتغني بقالك شوية مش قليلين، في مثلا الشوية اللي أنت غنيتهم اللي مش قليلين دول كان لازم يبقى عندك 4 5 6 7 أوديوهات على الأقل، أنت ليه ما عملتش كده؟ ليه ما عندكش أغاني؟ ليه توقفت عن فكرة إن أنا أعمل أغاني، وكل اللي عملته أغنية وحيدة في مسلسل كان في رمضان اللي قبل اللي فات اسمه النايت؟ تمام. إيه بقى اللي خلاك ما بتعملش أغاني؟ والله يا استاذ محمد حضرتك الموضوع ده برضو ايه بيبقى مكلف شويه، فعشان تطلع على ساحه فيها مثلا 300 الف واحد بيغني، فانت برضو مش ظاهر، انت محتاج حد ان هو ايه يشدك يسحبك يطلعك للنور. طبعا من خلال برنامج حضرتك انا بشكرك جدا، لان يعني حضرتك والقائمين على البرنامج برضو بتدوا فرصه للشباب اللي زينا ان هم يظهروا ويتشافوا على الشاشه، صحيح. فدي طبعا حاجه بشكركم جدا عليها. يا حمدي انت تنورنا، انت فنان جميل، وخليني اقول لحضرتك انا اقدر اجيب بتوع المهرجانات كلهم صف، يعني لو انا بركب الموجه انا اقدر اجيب بتوع كل المهرجانات، حمو بقى بيكا ايا كان هو مين، اقدر اجيبهم صف يعملوا حلقات معايا. بس هي انا هنا عندي مشكلتين، هكسب جمهور من وجهه نظري ونجاح مزيف، لاني هجيب ناس بتغني خد سيجاره وانا جدع ومش عارف الحاجات الغريبه دي، هتشاف كويس، بس في المقابل انا ظلمت الاغنيه الحقيقيه، ظلمت واحد زيك بيغني كويس، فانا مش هعمل كده، يعني لو انا هفضل كده ومش هنجح ونجاحي بامر الله وبايد الله وبايد مشاهدينا اللي بيتابعوني موافق انجح، لكن انجح بنجاح مزيف عشان اجيب واحد زي حمو بيكا قال كلام عيب وبيتكلم كلام فيه مخدرات وبيتكلم كلام فيه كلام عيب قوي، وانا بجد مستاء جدا. انا بقول لكم انا كمواطن احمل الجنسيه المصريه قبل ما اكون بشتغل في الاعلام، انا بقول لحضراتكم انا مستاء جدا، انا متضايق على ولادي اللي غصب عني وعنهم بيسمعوا الكلام ده، اما في توك توك بيسمعوه معدي جنبهم، اما في واحد صاحب محل ولا قهوه مشغله الاغاني بشكل عالي جدا جدا، وللاسف مضطرين يسمعوا، وانا ما اقدرش اقفل ودانهم بقطن واحرم عينيهم من ان هم يتفرجوا على الحاجات دي غصب عني. طلع لي موضه اسمها التيك توك اللي البنات، ومش عارف انتوا ازاي قابلين على نفسكم وقابلين على اهاليكم وتطلعوا بلبس وحش تغنوا اغاني اوحش وتطلعوا ببرنامج اسمه التيك توك عشان قال ايه يحصل حاجه اسمها مشاهده كتير.
يا استاذه انت وهي المشاهده دي مش هتجيب لك فلوس، وفي الاخر انت عمرك ما هتبقي يسرى باللي انت بتعمليه ده. عيب عيب، المفروض نقعد ونحاسب نفسنا. انت في يوم من الايام هيجي لك خطيب يشوفك وانت عامله تيك توك في يوم من الايام. صح صح. ما حسبتيش نفسك؟ ما شفتيش باباك اللي بيشقى وبيتعب ان كان شغال سواء غفير او مهندس او سواق او ايا كان، في يوم من الايام هيتعاير ببنته اللي شافوا لها فيديو لابسه فيه اي كلام بتقول فيه اي كلام؟ نراجع نفسنا يا جماعه بجد، لان احنا فعلا مش هينفع لا نتطور ولا نكبر ولا نتغير الا لما نغير اللي جوانا، والاجيال عماله تتوارث كلام عيب قوي بفكره عيب قوي. واعتقد دي اجنده موجهه لشبابنا تضربه وتخليه يبطل يفكر، يبطل يفكر غير في حاجه واحده بس، ياه امتى عدد مشاهداتي تزيد؟ انا عملت 100,000 في الفيديو اللي فات، لا انا البس شورت بقى عشان اعمل مليون. هو كل اللي يهمهم عدد نسبه المشاهده. هتستفيد ايه يا حمدي؟ ايا كان الفيديو بيتكلم عن ايه او موضوع ايه، هم عندهم نسبه عدد المشاهده هي دي اهم حاجه. هتفرق في ايه يا حمدي؟ يعني انا هتفرق معايا في ايه ان انا اعمل فيديو اقول فيه كلام معيب قوي فيعمل 2 مليون مشاهده؟ ايه اللي انا كسبته؟ الشهره. شهرة ايه؟ يعني دي لما هتمشي في الشارع انا هعرفها اقول لها اهلا وسهلا بك يا نجمة، احنا كنا نتمنى نبقى زيك وانت طالعة لابسة حاجات مش حلوة وبتغني كلام اوحش، ده في يوم من الايام هيخليني ابقى مبسوط بيها، ولا ده يدفع البعض انهم يتحرشوا بالبنت دي؟ بالظبط صح. عيب انا مع حضرتك برضه يا استاذ محمد، بس برضه في مهرجانات بتتسمع. زي انا طبعا انا ما بغنيش مهرجانات، بس في مهرجانات بتتسمع. يعني اوكا واورتيجا كلامهم، لان دول اول ناس عملوا المهرجانات، فكلامهم بقى موزون خلاص، عارفين ان في ناس بتسمعهم، لا فبينقوا كلماتهم. غير بقى في ناس تانية بتدي اي كلام، زي ما حضرتك ما بتقول في كلام قله ادب بينزل في المهرجانات كتير جدا. طب ما تيجي اناقشك، ما انت شاب وبتسمع وكورتيجا وبتكلمني عنهم وكانهم يعني عبد الحليم حافظ. لا هي انا بتكلم من يعني ايه رايك في اوكا وورتيجي؟ وورتيجا لما سويه بالفنان هاني شاكر او الفنانه انغامه، انت موافق يعني اقول على دول نجوم؟ لا خالص. طيب خالص. إيه؟ دول السكه ودول السكه ثانيه خالص. انت مش معترض على الكلام اللي بيقولوه صح؟ اه بالظبط. طيب هل يا ترى انت شايف ان ده شكل الغناء المصري؟ لا طبعا. طب انت هل يا شايف ان هل يصح ان تكون هي دي الاغاني الاولى والناجحه في مصر؟ لا طبعا. أكيد. طب هل افرح يالا وارجع يالا وكلمه يالا اللي تتقال في الاغنيه انت قابلها؟ يعني انت ينفع تغني لي اغنيه فيها يالا؟ تتفهم غلط. انا بسالك سؤال، انت حمدي هديك اغاني كلام كلمات اغاني بتقول فيها بترقص يالا، كلمه يالا دي عادي بالنسبه لك تبقى في اغنيه؟ لا طبعا. مصنفات تجهزها يعني؟ لا اكيد. طيب بس احنا بنتكلم برضك في ان هي كظاهره. لا هقول لك انت بتتكلم في ايه. انت قارنت بين كلام وحش قوي وكلام عادي، لا هو يحمل معنى حلو ولا يحمل معنى وحش. بالزبط. كلام يعدي. بالزبط. شبه انه ما فيهوش شتيمه فاذا ده كويس. انت بتكلمني في ده؟ اه بالظبط كده. صح؟ اه لكن كفن لا، المهرجانات حاجه والفن حاجه تانية خالص. طيب هتسمعني ايه؟ تحب تبتدي منين؟ تقول لنا ايه اول حاجه تقول للجمهور انا اهو قدامكم اسمعوا مني دي وقولوا انا ينفع ابقى مطرب وكويس وناجح ولا انتوا شايفين ايه؟ تقول لهم ايه اول حاجه؟ نغني شعبي ماشي؟ اي حاجه تعجبك، المهم انت بتبعت لهم رساله تقول لهم اسمعوني. انا هقول مثلا ممكن نغني بحبك يا صاحبي لاصحابي وطبعا الناس اللي انا بحبهم، حاجه للاستاذ احمد سعد. طب موافق. يلا المايك معاك بقى، المايك قدامك. لو جبنا سيرة الجدعنة اسمك لازم يتقال، صاحبي اللي بيه بفتخر من يوم ما كنا عيال، مهما الأيام تتعب عمره ما بص شمال، في الشدة راجل جدع واقف كما الأبطال، والدنيا مهما اديته ما يغيروش المال، لا عمره من اشتكى وعمر قلبه
مشال تشرف اي حد عشان راجل بجد، لو وسط النار تسد عمرك ما تجيب وراه، تتكبر باللي منك جدع من صغر سنك، ما اقدرش استغنى عنك حبيبي وربنا، بحبك يا صاحبي من وانا لسه بحبي، وانا مسنود عليك اخويا وحبيبي، في الأوجاع طبيبي، حلوة حياتي بيك، طب الرجولة معمول عمولة على قد جسمك، طب الرجولة معمول عمولة على قد جسمك، لو غبت حتى في أي حتة كفاية اسمك، لو غبت حتى في أي حتة كفاية اسمك، بحبك يا صاحبي. أحسنت. تمام. أحسنت. جميل جميل، واضح ان كمان في شويه برد يعني، بس يعني هو باين في الصوت ان في شويه برد. الف سلام عليك. الجو اللي حصل اللي من اللي فاتوا دولت حر وبرد، وبيقولوا الايام اللي جايه كمان خلال ال 48 ساعه اللي جايه في برضه حاله طقس مش يعني مش منتظمه كده، فاحنا ان شاء الله يعافينا كلنا جميعا من البرد، فما تخففوش الملابس ارجوكم الى ان يجي شم النسيم والربيع، ارجوكم حافظوا على ده عشان البرد قاتل، انا خايف عليكم كلكم. طيب حمدي، ما بتحسش بحرق الدم كده على مخدتك وانت بتحاول تغني كل يوم، تصحى تحفظ الاغاني وتحفظ لام كلثوم وعبد الحليم والقامات الكبيره دي، ما بتتحرقش دمك لما انت تقعد كل يوم تفكر امتى ربنا يكرمني وانا بغني اغاني براعي فيها ربنا وبراعي فيها الفن ان انا ما اقولش كلمه عيب، ويجي واحد بكلام عيب يبقى مشهور جدا وطوب جداً. الارض بيتمنى يتصور جنبه، انت بتحس بايه؟ طبعا والله يا استاذ محمد الحاله دي اكيد يعني بتمر علي زي كتير، لان الواحد طبعا بيسعى فبيشوف ناس حواليه مثلا، يعني هو انا مثلا اكون بغني مثلا بقالي سنين ويجي حد مثلا بقاله سنتين او سنه وتلاقيه هوبا اتشهر عمل بوم. طبعا في الاول وفي الاخر دي ارزاق بتاعت ربنا، وكل واحد ليه رزق بيجي في ميعاده، فربنا كاتب لكل واحد رزقه في وقته، واحنا بنتعب وبنسعى وربنا هو اللي عليه التدابير يعني. طب ده الكلام ده انت بتقوله في البرنامج، واللي بقى الكلام اللي بتقوله انت على المخده؟ بتضايق طبعا جدا. شفت بقى بتضايق؟ دمي بتحرق طبعا. بتحرق دمك صح؟ اكيد طبعا. طب بس عايز اقول لك، انت صدقني هتيجي لا يصح الا الصحيح، انت هتفضل يمكن متضايق دلوقتي بس يوم هتجيلك هتبقى زي احمد شيبه كده. شفت احمد شيبه قعد قد ايه يغني؟ نادر ابو الليف، اخويا ابو الليف، والاثنين صحابي طبعا وحبايبي، لما صبروا جدا جات لهم من حته لا يتوقعوها. صدق انك انت ربنا هيبعتها لك. امتى بيختبر صبرك؟ امتى بيختبر اجتهادك؟ بس صدق ان رب العالمين شايفك وهيبعت لك. والله يا استاذ محمد ان الله لا يضيع اجر من احسن عمله، فعلا اللي بيتعب وبيصبر ربنا وهي كلها بتبقى يعني مش هي بتبقى نوايا، طالما الواحد نيته سليمه ونيته كويسه فربنا بيكرمه. امتى وازاي دي بتاعت ربنا، فعلى الله يعني كله. مين رقم واحد في الاغنيه الشعبيه؟ في الاغنيه حكيم حاليا، حكيم احمد سعد. احمد سعد طبعا استاذ. ولا حكيم؟ لا في الاغنيه الشعبيه الشعبيه حكيم. يعني ايه الشعبيه الشعبيه دي؟ يعني ايه الشعبيه الشعبيه دي؟ الاغاني ايه يعني الاغنيه الشعبيه؟ في اغنيه شعبيه إيه اللي هي اللي هي بتاعت الافراح. طب ما حكيم يغني اغاني بتاعت افراح. ما هو ده حكيم. اغاني مسمعه جدا ومطلعه جدا ما شاء الله راجل يعني. عم سلامه دي شعبيه شعبيه ولا شعبيه؟ شعبيه. وحلاوه روح؟ شعبيه جدا. طب حلاوه روح مش زي رضا البحراوي مثلا؟ طب ما هو يبقى بيغني شعبي، يبقى هم كل دول في سله الشعب بالظبط. بس طيب. حضرتك قلت لي مين رقم واحد؟ ايه رقم واحد بقى؟ فانا حددت لك حكيم واحمد شيبه. لكن احمد شيبه استاذ طبعا ونجم، في الاستاذ طارق الشيخ، في الاستاذ عباس حموده، في رضا البحراوي، في ناس كتيره جدا جدا يعني، استاذ سمسم شهاب طبعا. طيب في فتره كده ما كانش فيه مطربين شعبيين غير في القاهره، وكان الموجودين في الاقاليم قليلين، فكان اللي موجودين في القاهره الفنان عبد الباسط حموده، الفنان طارق الشيخ، الفنان رحمه الله عليه مجدي طلعت، وما شابه مجموعه الاسماء اللي بتغني. فيظهر من اسكندريه احمد شيبه، ويجي من الاقاليم رضا البحراوي واحمد عامر ورمضان البرنس ومجموعه الاسماء دي.
ده ما صعبش عليكم المأموريه شويه ان هم دول ظهروا وبينجحوا وانتوا برضو لغايه دلوقتي ما فيش نجاح؟ برضو هنرجع برضو نقول ان دي برضو ارزاق. انا موافق انها ارزاق. اللي انا بسالك عليه، هل يا ترى وجودهم وظهورهم واقتحامهم للغنى الشعبي في منطقتكم لا بيأثر علينا طبعا؟ مأثر علينا. طبعا. ومضايقك؟ بص، هو طالما الصوت حلو، طالما الصوت حلو وليه جمهور وناسه بتحبه، ده ما يضايقش حد. بس كحمدي يضايق حمدي كفنان من جواه ان هو مثلا بيغني بقاله كتير وطلعت مثلا ناس من الاقاليم زي ما حضرتك ما قلت، صعبوا الموضوع علينا شويه. حماده الاسمر وهو بيغني بطريقه ممكن تقول لنا، ممكن يعني حته كده قلد لي حماده الاسمر عشان انا مش عارف اقلده، قول لي كده. حماده ممكن في ناس من بره مكسوره وبتضحك بس في السجوجوجوجوره، حاجه زي كده يعني. جوجوجوجو هي جوجوجو دي في المزيكا يعني ايه؟ جوجو دي والله انا اول حاجه سمعتها من محمود الحسيني زمان. لا بس محمود الحسيني عاملها لازمه جوه السينيو والكوبليه، يعني هو عمل غنى في السينيو ومفروض في مزيكا وبعد كده في كوبليه، فحط جوجو جوجو في لازمه المزيكا فمعديه. لكن انت عامل تريل هنا جوجو جوجو، ده اللي انا ما سمعتش عنه. انت تنويع يعني. بس حماد الاسمر صوت يعني صوت جميل برضو حلو جدا. احمد عامر، احمد عامر النجم عامل، احمد عامر عامل حاله، بيجيب الاغنيه القديمه ويطورها ويغنيها في افراحه. انت مع ولا ضد؟ هي كفكره حلوه ان هو بيجيب الاغنيه القديمه للمستمع القديم، بيقولها بطريقه جديده للمستمع الجديد، فبيعمل لها توزيع جديد خالص. طب هو عمل حاجه كيمياء يعني؟ لا مش حاجه كيمياء، هو بيحاول يمزج ما بين التوزيع القديم والتوزيع الجديد. ما عملتش زيه ليه؟ هو اشطر منك في ده؟ لا مش حكايه اشطر مني، هي فكره جات لي. طب الفكره دي لو انت طبقتها وجبت اغنيه قديمه وعملت لها صياغه كده انها تنفع يسمعها الجيل اللي موجود، ليه ما فكرتش تعمل كده؟ بصراحه ما جاتليش الفكره خالص، لان انا بحب اغني اغاني اغاني الفنانين اللي هي العاديه، يعني ام كلثوم تبقى ام كلثوم، عبد الحليم تبقى عبد الحليم، عبد الوهاب تبقى عبد الوهاب. لكن ولا غير توزيع ولا غير لحن ولا الكلام ده. في مواويل شعبيه كده زي رحمه الله عليه عبد الاسكندراني. طبعا الحاجات الجميله دي. حافظ حاجه من دي؟ عميد الموال طبعا. حافظ؟ اكيد. طب ما تقول لنا موال، يعني موال كاننا في فرح شعبي وانا العريس يا رب، وتقول لنا ممكن نبسط حاجه لعبد الاسكندراني. مايك معاك بقى، وقول لنا موال. يا ليل يا ليل يا ليل يا عيني، يا ليل يا ليل يا ليل يا 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 عين. يا حمدي يا حلو. المشي حالك مشي وفي اي سكه روح، كل شيء راح يمشي لو تدفع اللحلوح. المشي حالك مشي وفي اي سكه روح، وكل شيء راح يمشي لو تدفع اللحلوح. تلقى المخبي يبان، تلقى المخبي يبان، في الزحمة يفضى مكان. إن شاء الله يا عم إن شاء الله تروح مطرح ما تروح، يا يا عين. لا لا ضحك عليا. موال موال، عايز موال، أنا عايز موال تاني، حتى لو مش عبد الاسكندراني، موال شعبي، عايز أحس إن أنا في الفرح الشعبي. يا عين. يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليل، يا حبيبي الحر لو مر يستاهل عينينا الجوز، الحر لو مر يستاهل عينينا الجوز. والراجل الهزل ساعة
الصبح أرى جوز يتقل قيمته ويصبح حرة وشماتة، وهي تؤمر وتنهي بكل برود وتباتة، وإن قال لها عيب تقول له خلصت بالتلاتة، أروح لباتة وأنقي بدالك أحسن يا أخويا جوز. يعني ده عبد الاستمرار ده كلام ما يتغناش بصراحة. اروح لباتة وانقي جوز، ها ليه كده؟ طيب دي موال قديمه. ايوه تراث لعبد الاسكندراني. عاوز اقول لك عبد الاسكندراني فعلا عميد الموال. ايه معلوماتك عنه؟ بص انا معرفش عنه حاجه جدا، بس عبد الاسكندراني بيمزج في حاجه، بيمزج المقامات كلها في بعض، ممكن يغني يعني المقامات كلها في موال واحد. سيكا ورزد ونهاوند والحجاز والحجاز. لا شاطر، حد شاطر جدا يا استاذ، يعني الله يرحمه طبعا، حد قيمه وقامه يعني. طيب هل يا ترى، هل يا ترى انت لما اقول لك انت مطرب شعبي ولا انت مطرب كلاسيك تحب اقول لك انت مطرب ايه؟ يعني اصنفك ايه؟ بص في شعبي شيك وفي شعبي مش شيك. انا ضد الجمله دي. هو الشعبي شعبي؟ لا لا، والكلاسيك كلاسيك؟ يعني عمرو دياب ما ينفعش يخش يغني اغنيته ويقول يا ليل يا ليل يا ليل؟ ده خلاص، ده خلاص، ده في منطقه الكلاسيك، ده صنف كلاسيك خلاص. خلاص تمام. والشعبي بقى ينفع يبقى حكيم، وينفع يبقى شيبه، وينفع حماده الاسمر، وينفع يبقى انت، وينفع اي حد بيقول اغنيه لمساني في الشارع. حماده هلال يعتبر شعبي شيك، هو ده انا قصدي اقول لحضرتك. يعني حماده هلال شعبي شيك جدا وكلاسيك في نفس الوقت. بس انا وعاوز اقول لحضرتك على حاجه، معظم الفنانين الستار بيبداوا شعبي. ايوه يعني انت بتقول لي حماده هلال شعبي صح؟ فين بقى الشعبي؟ ليه اغاني كتيره جدا. امتى يعني اتعرشب شاي الجديده دي؟ دي اغنيه كلاسيك يعتبر شعبي شيك جدا. لا ما ليه عشان نشرب شاي يعني؟ لا هو 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 حماده هلال لحد هو عاملها لايت. يعني عاملها لايت زي رامي صبري. بص الشعبي ملامحه وريحته باينه. الريحه تلاقي المطرب كده لو لابس بدله وجرافطه وبيلمع وواقف بيغني في الاوبرا، هو مجرد ما اسمع نبره صوته ويقول يا ليل ريحته باينه شعبي. عمرو دياب، محمد منير، محمد حماقي، تامر حسني ينفع يغني ويقولوا يا عين يا ليل زيكم بالمناسبه، يقدروا جدا بالظبط. بس لا مش شمك انت، مش من حارتنا. لا انت مش من حارتنا. علما تامر حسني بيغني وحماقي وكل الاسماء اللي انا قلتها بتغني، بس لا انت مش من حارتنا. شيرين رغم انها شيرين عبد الوهاب من اصول من ولاد البلد، بس لا هي بتغني في حته مش، لو غنت شعبي ما صدقهاش. بوسي تغني شعبي، لو غنت كلاسيك ما صدقهاش. بالظبط فاهم قصدي؟ انت بقى مين بقى؟ انا شعبي. انت شعبي. شعبي يعني. لو وصلنا طب وائل جسار لو قلت لك تغني له وهو بالشعبي ده حبيبي، ما هو بالشعبي تقول لنا في ايه؟ ممكن نقول لو عشت بعدي وبعدي بعدي جيت وحبيت، ابقى افتكرني واحكي عني ما كنت نسيت، خليني ذكرى جميلة عندك واوعى تنسى زمان، خليني ذكرى جميلة عندك واوعى تنسى زمان، ما تقولش حبي وقت عدى ويوم خلاص عشناه، قول ان حبي حبي غالي بس هي حياة، وبقى افتكرني بكلمة حلوة تنسي قلبي القار، يبقى افتكرني بكلمة حلوة تنسي قلبي القار، خلي الفراق أجمل فراق في دنيا العاشقين، وإن حد سألك عني قوله كنا أوفى اتنين، قول كان حبيبي وكان حياتي وعشرة ليا سنين، خلي الفراق أجمل فراق في دنيا العاشقين،
وإن حد سألك عني قول له كنا أوفى اتنين، قول كان حبيبي وكان حياتي وعشرة ليا سنين. أحسنت، جميل، حلو، بس مش مصدقك. ليه؟ ليه؟ ما شمتش شعبي. في دي ما شمتكش شعبي. شبه مثلا لما الفنان عمرو دياب يغني الا ولعبت يا زهر، هيقولها صاروخ طبعا، ويعمل العربه والحليه والسكون وها، مش جايه، مش عشان لبس، هو الصوت ده مش متشبع شعبي. صح صح، مش واخد على الشعبي. الفنانه ورده مثلا ينفع تبقى نغني لها؟ يعني ينفع مطرب شعبي يغني ورده؟ ليه؟ لان انت هتقولها بطريقه، وهم كانوا زمان برضو عندهم ما شاء الله، يعني دي حاجه من عند ربنا. الاغاني بتاعتهم ينفع تتلعب في كل اللي تتعوج يمين وشمال. صح. يعني انت لو جبت اغنيه لتامر وحماقي غنيتها شعبي تطلع وحشه، لو حماقي وتامر غنى اغنيه شعبي هتطلع من عندهم وحشه. اغاني زمان تنفع تتقال زي ما قالوها وينفع نقلبها، متاحه للجميع. ينفع كده، متاحه للجميع. صح. طيب كلمه تقولها لحد وقف جنبك وسندك وصابر عليك ومقويك لغايه ما تبقى نجم، مين؟ والدي ووالدتي. تقول لهم ايه؟ بقول لهم ربنا يخليكم ليا، وان شاء الله هيجي اليوم اللي ارفع راسكم فيه وتحس ان تعبكم ما راحش هدر. بالاضافه برضو الى اصحابي، انا ليا اصحاب كتير جدا برضو بيحبوني وانا بموت فيهم وبعشقهم، وبقول لهم ان شاء الله ان شاء الله فرصه هتيجي وابقى عند حسن ظنكم ان شاء الله باذن الله. اتكلمت عن صحابك الكتير قوي احلى من الوالد والوالده، ليه؟ لان لا مش حكايه كده، بس انا معظم الوقت اصلا بره البيت، فببقى مع صحابي، فاهم قصدي؟ يعني والدي ووالدتي طبعا هم الاساس، بس انا ببقى انا وقعتك في غلط ولا بتهيألي؟ لا شكلك كده. اعتذر بسرعه. والدي ووالدتي ادعي لهم شويه، معاك 5 دقايق تدعي فيهم. والدي ووالدتي مقدرين طبعا الموقف، بس عشان هم طبعا عارفين ان انا بره اصلا طول البيت، يعني طول اليوم طول اليوم بره، فهم عارفين ان انا بتكلم صح. تمام. طيب انا ببعت لكم رساله للوالد والوالده بقول لكم والله لو في نعمه هو فيها فانتوا السبب، ربنا يديم عليكم الصحه والعافيه، اللهم امين. يا رب. وطبعا انا بشكر حضرتك جدا، وانا عاوز اقول لك والله العظيم وحياه ربنا من غير اي حاجه انا بموت فيك. وانا كمان. انت شخصيه لذيذه جدا جدا وليك جمهور على فكره فظيع يعني. وانا ببعت تحيه لصاحبك حسن بقول له ربنا يكرمك يا حسن، وكان حسن ده بيكرهني اصلا بس حبني بقى في الاخر. طيب قول لي حاجه الورده وبعدها هشكرك. تقول لي ايه في ورده؟ المايك معاك كده، فكر لنا في واحده ورده كده اللي هي الدنيا تفتح معاك. اكذب عليك 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 واكذب عليك لو قلت بحبك لسه اكذب عليك اكذب عليك لو قلت نسيتك همسى اكذب عليك امال انا ايه قول لي انت انا ايه واختار لي بري وانا ارسى عليه امال انا ايه قول لي انت انا ايه اختار لي بري وانا ارسى عليه انت حبيبي يعني لسه حبيبي ولا حبيبي عشان كنت حبيبي انت حبيبي يعني لسه حبيبي ولا حبيبي عشان كنت حبيبي قول يا حبيبي قول قول يا حبيبي قول قول يا حبيبي. الله 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 عليك، الله عليك، احلى احلى ختام
وحاجه من القلب للقلب، وانت اديتني كميه طاقه ايجابيه كده بالاغنيه الاخيره دي. انا بشكرك، شرفتني ونورتني. شرف لي جدا. وعايز اقول لك كل خطوه جيت لنا بيها النهارده يعني بشكرك عليها، اتبسطت بلقائي معاك. ببعت تحيه تاني لوالد ووالده حمدي، بقول لهم ربنا يحفظكم اللهم امين، ما تنسونيش بالدعاء. وببعت رساله شكر من القلب، والله اللي انا بقوله ده من قلبي. بشكر السيد رئيس مجلس إدارة قناة مصر البلد، مجموعة قنوات مصر البلد، السيد خالد كمال، الصديق والأخ والحبيب، راجل محترم جدا جدا بيدعمنا على قد ما يقدر. فأنا بشكرك جدا يا أستاذ خالد. اسمحولي أقدم لزملائي في قناة مصر البلد، محمود رمضان رئيس تحرير القناة، والسيد محمد عبدو العبقري المتميز المدير التنفيذي، واللي عايز أقول لكم أنا بتصرف هنا براحتي جدا بوجودهم، ربنا يخليهم لي. بشكر اخويا اللي دائما وابدا بيبحث عن فكره ما هو جديد في عالم الاخراج، اخويا احمد امين مخرجي المتميز. بشكر صاحبي استاذ احمد مجدي مدير التصوير، اخف دم في الدنيا. بشكر الاستاذ محمد شلبي اللي منورني ودايما تعبان معانا في التصوير، محمد كمان المصور الجديد معانا بشكره وبقول له شكرا، استاذ رمضان واستاذ ايمن اسماعيل واستاذ حسام حسني المخرج المنفذ والاستاذ ايهاب. بشكر كل الناس بما فيهم طبعا استاذ عبد الله واللي بيقوم بدور برضه مهم جدا معانا، ونور السبكي المعده. مفيش حد هنا يا جماعه والله والله بيبقى عنده فرصه يخدم حضراتكم ما بيعملش كده. طول الوقت بيجي لهم هنا في القناة إما جوابات أو إما رسائل أو حتى اتصالات، بيبعتولنا الاتصالات دي والمكالمات دي والرسائل دي، يقولولنا الحقوا في حد طالب استغاثة، الحقوا في حد طالب مساعدة، الحقوا في طفل عنده مشكلة. ببعت كل آيات الشكر والتقدير لجمهور مصر البلد وتحديدا مشاهدي برنامج بكل جراءة، ربنا ما يحرمني منكم، ودايما يا رب أكون عند حسن ظنكم، دايما بتستنوني، يمكن باجي متأخر بس بحاول أجي ومعايا الخير. بشكر كل ست شافتني ست كبيرة ودعت لي دعوة من قلبها، بقول لها ربنا ما يحرمني منكم جميعا. رمضان بيقترب، تعالوا نصفي اللي جوانا، تعالوا نسامح كل اللي زعلنا، وكمان نعتذر لو زعلنا حد ونقول له حقك علينا. الكلمة دي طالعة من القلب وبتوصل من القلب، دايما بدعي لكم في كل وقت وفي كل مكان، ربنا يحافظ عليكم جميعا. بشكرك يا حمدي تاني مرة، آسف طولت عليكم، إن شاء الله الحد الجاي قبل ساعتين من دلوقتي أكون معاكم على مصر البلد. تصبحوا على ألف خير.